إيه هني سبيتها وبردت على قلبي، ما عندها ما تعمل لي، ما ذكرتش اسمها. لا رد بالك، حتى إذا كان أنت ما ذكرتش اسمها وسبيتها وعطيت أوصاف اللي العموم ينجموا يعرفوا اللي أنت تقصد شخص معين، هذا يكون في جانبك جريمة القذف العلني، وهنا توفرت الشروط: المكان العمومي، السب والشتم، والصفات اللي ينجم اللي سمعك يعرف اللي انت تقصد الشخص هذاك. هنا جريمة القذف العلني. وشنو الفرق ما بين القذف العلني والسب والشتم وهتك الأعراض وهتك الشرف في مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي عندها مرسوم خاص اللي هو مرسوم عدد 54، وانتم تعرفوا اللي المرسوم هذايا بحكم اللي السب والشتم كثر على مواقع التواصل الاجتماعي ومس بالحق معناها برشا ناس في أعراضهم في شرفهم، وقع ضبطوا في المرسوم هذا عدد 54. وانتم تعرفوا هذا لو سوجي داكتواليتي شنو المآل وشنو جزاء اللي يقع تحت طائلة المرسوم هذا، فردوا بالكم مرة أخرى، وماذا بكم ما تسبوش لهنا لهنا.